متابعين متابعات راديو ام، مرحبا بكم في هذا العدد للتغطية الخاصة لمسيرة اليوم. معي خير الدين بطاش، رئيس تحرير موقع مغربي ميرجون، مرحبا بك. امس الخير زميلتي اميرة. قبل ما نعطي لك الكلمة نذكر أن شهدت الجزائر العاصمة في الذكرى الثانية للحراك الشعبي اليوم 22 فبراير مسيرات سلمية لعشرات المتظاهرين في العاصمة، بدأت من حي المعدومين ثم من ثم الوصول إلى ساحة أول ماي التي شهدت أول مسيرة شعبية في 22 فبراير 2019 قبل أن تتوقف بسبب أزمة كورونا. وعرفت كذلك العديد من الولايات مسيرات، منها قسنطينة، سطيف، عنابة، بجاية، تيزي وزو، مستغانم، البويرة، واتسوف، وهذا ما سيؤكده زميلنا يونس سعدي مراسلنا من البويرة. هل يونس سعدي في الخط؟ نعم، أهلا يونس سعدي. السلام عليكم. مرحبا بك في التغطية الخاصة. واش راكم لاباس؟ سافا وانت يا؟ لاباس الحمد لله. ما هي الولايات التي عرفت أكبر عدد من المتظاهرين اللي عرفت مظاهرات اليوم؟ يعني لحد الساعة يعني قمت بإحصاء ما لا يقل عن 30 ولاية لشهدت مسيرات وما زال عن العمل المستمر. حاليا يعني تقريبا يعني 30 ولاية، قد نقول 30 ولاية، لأن هناك ولايات بدأت تلتحق بالحراك بعد الظهر، يعني بعد الصلاة الظهر بل 1:21 يعني. مثل برج بوراليج مسيرة انطلقت على الوحدة، وكان جيجل انطلقت يعني بعض الظاهرة قطع بلاط الميدي، وكان يعني الوقت مازال مستمر، يعني المسيرات مازال في المناطق وين هذا وين بدات المسيرات. يعني الكل يعني حوالي 30 ولاية، يعني الولايات اللي عرفت مسيرات يعني كبرى هي العاصمة، وهران، بجاية، تيزي وزو، بويرة، برج بوعريريز. نعم، يعني هذه الولايات يعني شهدت مسيرات يعني كبيرة وكبيرة جدا. يعني أقدر نقول يعني سطيف، بجاية، برج بوعريريج، تيزي وزو، بويرة، ألجي، ووهران. يعني هل هي كانت احتفالات ربما بالذكرى الثانية للحراك أو مواصلة ولا عودة مسيرة والحراك الشعبي يونس؟ الشعار الأساسي في المسيرات هو ما جيناش نحتفلوا، ما خرجناش نحتفلوا، خرجنا باش نفرحوا. نعم، هذا هو الشعار. يعني ما كانش احتفالات، يعني المسيرات يعني الحد كل المسيرات سواء في المناطق الولايات الكبرى أو حتى في البلاد. الآن يعني نشهد بداية المسيرات في الدوائر، ليس فقط في مقر الولايات، مثل المشرية، مثل بني ورتيلان في الصيف، مثل عين بيضاء في أم البواقي. يعني في الوقت هناك مسيرات حتى في المناطق في الدوائر وليس في مقر الولايات فقط. يعني أنظن أن من يعني حتى نهاية اليوم، يعني نهاية اليوم يعني نوصلوا إلى ممكن إلى 40 أو 50 مسيرة يعني كل يوم في الجزائر، وهذا يعني مؤشر قوي لعودة الحراك والعودة إلى نقطة البداية. نعم، شكرا جزيلا يونس. شكرا لكم، إلى اللقاء. عودة مجددا إلى العاصمة. نعم نعم، تفضل يونس. نقطة تفضل تفضل. يجب لديك هناك توقيفات كثيرة. يعني نحن تحدثوا في الأمر مع زميلي خير الدين بطاش، لكن هل كانت يعني اعتقالات كبيرة في الولايات؟ مثلا في بورا لحد ساعة يعني جبهة القوى الاشتراكية لففتها فيدرالية الأساسات، هذا وين دارت بيان وين أحصت حوالي 30 توقيف في مدينة البويرة لوحدها. يعني توقيفات أيضا في العاصمة، في ورقلة، في المشرية، في وهران. يعني العدد يعني يكبر، يعني نقدر نقول العشرات من التوقيفات لحد الوقت. يعني كانت خلال المسيرات ولا قبل تجمع المتظاهرين كما هو معروف في العاصمة؟ لحسب المعلومات انت في ورقلة قبل المسيرة، يعني في وهران قبل المسيرة، وفي بويرة كذلك نفس الشيء، يعني قبل التوقيفات حدثت بعد قبل المسيرة، ومعروف أن الاعتقالات تتم قبل المسيرة. نعم، يعني حسب يعني ما عشنا في الحراك قبل كورونا. نعم، شكرا يونس. شكرا، إلى اللقاء. عودة ليك وعودة للعاصمة مع خير الدين بطاش، كيف جرت الأمور في العاصمة اليوم؟ زميلتي أميرة، أول شيء ربما نطرقوا له اليوم هو الحواجز الأمنية. نعم، والتشديد الأمني اللي شهدتها العاصمة اليوم
وامس خاصه امس. امس كان في المداخل العاصمه. في مداخل العاصمه نعم. اليوم كانت فيه كان فيه تشديد لعمليات المراقبه على مستوى مداخل العاصمه شرق غرب خاصه. هذه الحاله يعني صعبت كثيرا من حركه المرور. نعم. ربما وصعبت ايضا من عمليه التحاق المتظاهرين من خارج ولايه العاصمه من ولايه المجاوره كولايه بازا بويراب ومرداس للالتحاق بالمتظاهرين في قلب العاصمه. حتى لو ما كانوش متظاهرين حتى الناس اللي عندهم ربما عندهم شغالات في العاصمه. نعم. ما قدروش يلتحقوا بالعاصمه. نعم نذكروا باللي اليوم هو يوم وطني سمي رسميا يوم. نعم. تلاحم الشعب والجيش، لكن هو يوم عادي الناس تروح فيه للخدمة كما هو الحال بالنسبة لنا. طبعا صباح أنا كان لازم نوض بكري بزاف يعني باش نلتحق بمكان العمل. التعزيزات الأمنية في العاصمة، التعزيزات الأمنية في العاصمة شهدنا توافد كبير للمختلف الأجهزة الأمنية اليوم، الشرطة في قلب العاصمة وخارج العاصمة كان فيها الدرك الوطني متواجد بالمئات يعني، ومنذ الساعات الأولى من الصباح اليوم شاهد وسط عاصمة وسط يعني الجي سنتر منطقة الجي سنتر توافد كبير لأعداد هائلة من عناصر الشرطة. نعم. وكانت هناك اعتقالات الصباح الباكر، ما نظنش انه كانت في اعتقالات. ربما الاعتقالات التي لحقت لنا الاخبار نتاعها بدات في حدود الساعه 10 يعني مع بدايه توافد الافواج الاولى من المتظاهرين من مناطق شعبيه كحي بالوسداد او حي باب الواد. كانت فيه بعض الاعتقالات في منطقه هنا في ديدوش وفي الحامه ايضا يعني، لكن حتى ساعة يعني في العاصمة ماشي هذا هو العامل يعني، لازم نقولها اللي طال على المسيرات اليوم اللي كانت سلمية هو الطابع السلمي. نذكر بلي اليوم طابع سلمي طابع احتفائي هو اللي طال المسيرات. نعم. وكان كذلك العنصر يعني النسوي كان حاضر. العنصر النسوي كان حاضر بقوة، هذا ما شاهدناه وهذا ما نقلوه لنا يعني المراسلين مختلف مراسلين تاعنا اللي كانوا متواجدين في مختلف المناطق بالعاصمة. نقلوا لنا يعني بلي انه كان فيه تواجد لانه معروف من حضور المرأة هو يعني اللي حافظ على سلمية المسيرات. نعم. والمظاهرات. نعم. الشيء اللي راح ربما تأكده لنا كنزة خطو مراسلتنا من العاصمة. اهلا كنزة. اهلا وسهلا أميرة، مرحبا بك في هذه التغطية الخاصة. يعيشك. كيف قبل ما نهضروا على العنصر النسوي ومشاركة المرأة في مسيرات اليوم، كيف هي الأجواء حاليا؟ يعني الأجواء حاليا مازال المتظاهرين يواصلون الالتحاق بشوارع العاصمة، هي أجواء ليست احتفالية كما تروج لها ربما بعض وسائل الإعلام، ولكن نعم. الشعب الجزائري نظن أنه اليوم استأنف مسيرته، استأنف الحراك الذي لم يتوقف أبدا. اليوم شوارع العاصمة كانت ممتلئة عن آخرها، يعني كانت بعض الاعتقالات صباح اليوم، ولكن الآن نظن ما كانش اعتقالات، كان ربما في شارع ديدوش مراد الآن بعض المتظاهرين يريدون كسر الحاجز الأمني، ولكن قوات الأمن يعني تمنعهم، وربما على حسب آخر الأخبار هناك يعني قمع للمتظاهرين في شارع ديدوش مراد. الآن أنا متواجدة بساحة أودان، الحالة راهي عادية. حبيت نذكر زميلتي أميرة باللي كان صباح النقسلمان أنفير لي جورناليست اللي يحبوا يغطوا الحراك، من بينهم أنا وجماعة يعني جماعة راديو أم. كيف كان سلوك عناصر الأمن؟ يعني كانوا أشاك فوا يسألونا يعني انتم الصحافه عطونا لي زوردر دو ميسيون، عطونا لا كارت دو بريس، حنا نمدوا لهم لي زوردر دو ميسيون، نمدوا لهم لا كارت دو بريس. ابخي فاجات انايا طلبوا مني يعني واحد الوثيقه ما تهزيتيش كامل، قالوا لي لازم تعطينا وثيقه تثبت انه الموقع اللي تشتغلي فيه توطين دي زاد، يعني بوان دي زاد، وهذا
يعني غير معقول تماما. نعم. باش نولي الحضور النسوي يعني كالعادة النساء الجزائريات نزلوا إلى الميدان، نزلوا إلى الشارع للمطالبة، وحملوا نفس المطالب يعني نفس مطالب الحراك، يعني لا فرق ما بين النساء والرجال. النساء أيضا مواطنات جزائريات، حملوا نفس الشعارات نفس الهتافات، يريدون التغيير الحقيقي، يريدون رحيل النظام، تغيير النظام، يرفضوا طريقة تسيير النظام الحالي. هذه هي. نعم، شكرا جزيلا كنزة خطو. لا شكر على واجب. شكرا أميرة، بالتوفيق، إلى اللقاء. عودة لك خير الدين بطاش. نذكر أنه يوم أمس عشية ذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديل حكومي جزئي لم يشمل يعني تغيير الوزراء البارزين. ما هي قراءتك في الموضوع أو قراءة مغربي مارجون في هذا الموضوع؟ نعم زميلتي أميرة، كنت طرحتي سؤال لزميلتنا كنزة خطو المتواجدة الآن وسط المتظاهرين عن الأجواء، أجواء الحراك اليوم. أنا نحت كان الأجواء الحراك يعني في الأيام القليلة السابقة اللي سبقت تاريخ 22 فبري، الجميع كان ينتظر قرارات مهمة ربما جدا من طرف رئيس الجمهورية. انتظرنا العودة نتاعو مطولا من رحلة علاج دامت لأشهر، 3 أشهر يعني على مرحلتين في ألمانيا. ونذكر باللي الرئيس تبون كان أعلن قبل رحيله للمرة الثانية يعني لألمانيا أنه تطرق ربما بعض الملفات منها الحكومة اللي قال عليها أنه فيها وعليها. وانطلاقا من هذه الكلمات يعني اللي تلفظ بها رئيس الجمهورية في مطار بوفاريك قبل مغادرة الوطن، الجميع يعني كان يترقب قرارات مهمة منها تغيير ربما شامل وتغيير حقيقي للطاقم الحكومة. يعني حتى يوم الأمس كنا في حالة ترقب بعد الكلمة اللي ألقاها رئيس الجمهورية يوم الخميس للأمة، الكلمة تاعو التي شفناها وسمعناها في القنوات التلفزيونية اللي أعلن فيها عن تغيير حكومي في مدة 48 ساعة. في مواقع التواصل الاجتماعي كالعادة يعني شفنا فيه بزاف معلومات أكثرها مغلوطة، يعني نقدر نقوله مغلوطة عن وزراء اللي غادروا ربما واحد أخرين يلتحقوا. اللي شفناه هو أنه التغيير الحكومي كان مخيب جدا للجزائريين. الحدث ضجة خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، وين كانت أغلب تعليقات أو أغلب الرسائل تقول أنه كانوا ينتظروا شعب جزائري كان ينتظر لتغيير حقيقي ربما للطاقم الحكومي. يعني الجميع كان ينتظر تظهر على الأقل ربما 15 إلى 20 حقيبة وزارية تتغير. نعم. كمحاولة يعني من نظام الحكومة لامتصاص ربما الغضب الشعبي قبل تاريخ 22 فبري. حتى البعض أنه تتحدث أنه راح تكون هذه خطة النظام لامتصاص الغضب الشعبي، وباش ما يكونش فيه ربما عدد كبير من المتظاهرين يخرجوا للشارع يوم 22 فبري. لكن تفاجأنا يعني بما نقدروش حتى نسميه ربما تغيير حكومي. البعض كان علق يعني في مواقع التواصل الاجتماعي قالوا له كان غير قلتوا لنا يعني تبدلوا هذا الوزير بلا ما نذكروا اسمه وخلاص، علاش تسميوه تغيير حكومي باش تبدلوا وزير ولا زوج. من ابرز المغادرين يعني كان فيه فرحات ايتالي وزير الصناعه، وزير الطاقة عبد المجيد عطار اللي يعني ذهبوا اثار تساؤلات عديدة تطرح بخصوص ذهاب يعني مغادرة عبد المجيد عطار طاقم الحكومة. هو اللي كان استلم هذه الحقيبة الوزارية منذ أشهر قليلة. نعم. في نفس الوقت وزارة الطاقة رجعت يعني رجعت الوزير السابق محمد عرقاب، أدمجت معها وزارة المناجم. يعني الآن سي محمد عرقاب هو وزير الطاقة والمناجم. يعني هذا الأمر كيف ما تفهموش وما فهموش الشعب الجزائري، سماه بريكولاج يعني ماشي تغيير حكومي، وكأن السلطة ما عندهاش ورقة طريق، ما عندهاش خطة. نعم.
نذكر قبل ما ننهي وهذا التغطية الخاصة ألغى تم إلغاء المرسوم مرسوم وزارتين متدابتين وكتابة الدولة ودمج قطاع المناجم في وزارة الطاقة وألحق قطاع النقل بوزارة الأشغال العمومية. نعم قطاع العمل ألحق بقطاع السياحة. شكرا جزيلا خير الدين بطاش، شكرا جزيلا للفريق التقني. نعم لحقنا لنهاية هذا موجز الأنباء والتغطية الخاصة لأحداث اليوم، نخليكم مع صور للمسيرات اليوم في مختلف الولايات. إلى اللقاء. Yeah.
Amis auditeurs de Radio M. Nouveau numéro de l'émission Dr. M. Sokofa, CSIR, Salah Ramsey.